ده هاند بلندر زي ما احنا شايفين كده اهو، 600 واط احادي، بيبقى الدراع بالكوباية بتاعته، وضمانه 18 شهر، واصلي 100%، وبالباركود من فضل الله شغلنا كله اصلي 100%. شايفين الباركود بتاعه. هنفتح الكرتونة ونوريكم كل حاجة فيها. مفيش غنى عن ان يبقى عندنا الهاند بلندر ده، حلو قوي فوق الوصف بجد، وخامة ممتازة، الماني، شغل اصلي 100%. تصوير معرض كريم طبعا، احنا وكلاء للمنتج. افتحوا ونوريكم. ده هاند بلندر زي ما احنا شايفين كده اهو، 600 واط احادي، بيبقى الدراع بالكوباية بتاعته، وضمانه 18 شهر، واصلي 100%، وبالباركود من فضل الله شغلنا كله اصلي 100%. شايفين الباركود بتاعه. هنفتح الكرتونة ونوريكم كل حاجة فيها. مفيش غنى عن ان يبقى عندنا الهاند بلندر ده، حلو قوي فوق الوصف بجد، وخامة ممتازة، الماني، شغل اصلي 100%. تصوير معرض كريم طبعا، احنا وكلاء للمنتج. افتحوا ونوريكم. صور بقى ايه الفيديو بتاعه من جوه الكرتونه بقى، وهنطلعه. اول حاجه الكوب بتاعه اهون، بسم الله ما شاء الله. التغليف بتاعه ذات نفسه حلو قوي، يعني تغليفه كمان حلو جدا، حاجه بقى الماني اصلي 100%. شايفين الكوب كبير ازاي، وموجود هنا، حاطين هنا الكاميرا. الساعة اللترية بتاعته كمان اهين، خامته حلوة فوق الوصف. هنا في قطعة دي قطعة كاوتشولا، واحنا خدنا بالنا اهي بتتحط هنا كده دي، عشان واحنا حاطينها على الرخامة يبقى ثابت ما يتحركش كمان معاكي، وحماية كمان للمنتج. حطوا هنا دي كده، شوف بقية القطع بتاعته. ده الدراع، اظبط التصوير لو بعد اذنك يا فاطمة. ده الدراع هو كده، التصوير هنا طبعا، الفولت بتاعه، كلمة قرش اهو، وهنا التشغيل والقفل، وهنا السرعات بتاعته اهي. لا بجد روعة. شوف برضو بقية التكوين، وما تنساش طبعا هات الكاميرا اظبطيها حطهم كده. وهنا برضو الكتالوج بتاعه تمام، وهنا الضمان بتاعه 18 شهر، باركود سيريال نمبر بيبقى على الضمان. شوف بقية التكوين، هنا بقى الجزء بتاعه بتاع الهاند بلندر اهي، بسم الله ما شاء الله، الشغل الاصلي الالماني ما يعلاش عليه. شايفين الخامة بتاعتها ستانلس ستيل خامة. صور بقى ايه الفيديو بتاعه من جوه الكرتونة بقى، وهنطلعه. اول حاجة الكوب بتاعه اهون، ما شاء الله. التغليف بتاعه ذات نفسه حلو قوي، يعني تغليفه كمان حلو جدا، حاجه بقى الماني اصلي 100%. شايفين الكوب كبير ازاي، وموجود هنا، حاطين هنا الكاميرا. الساعه اللترية بتاعته كمان اهين، خامته حلوه فوق الوصف. هنا في قطعه دي قطعه كاوتشولا، واحنا خدنا بالنا اهي بتتحط هنا كده دي، عشان واحنا حاطينها على الرخامه يبقى ثابت ما يتحركش كمان معاكي، وحماية كمان للمنتج. حطوا هنا دي كده، شوف بقية القطع بتاعته. ده الدراع، اظبط التصوير لو بعد اذنك يا فاطمة. ده الدراع هو، شوف كده، التصوير هنا طبعا، الفولت بتاعه، كلمة قرش اهو، وهنا التشغيل والقفل، وهنا السرعات بتاعته اهي. لا بجد روعة. شوف برضو بقية التكوين، وما تنساش طبعا هات الكاميرا اظبطيها حطهم كده. وهنا برضو الكتالوج بتاعه تمام، وهنا الضمان بتاعه 18 شهر، باركود سيريال نمبر بيبقى على الضمان. شوف بقية التكوين، هنا بقى الجزء بتاعه بتاع الهاند بلندر اهي، بسم الله ما شاء الله، شغل الاصلي الالماني ما يعلاش عليه. شايفين الخامه بتاعتها ستانلس ستيل خامه.
هنركب بقى دي، ده الجزء بتاع الدراع اهو، هنركبه هنا اهي منطلبة. هات لي الفولت بتاعه، الفولت بتاعه 50/60 هرتز، لان دايما يسأل الفولت كام. تمام، يعني بيشتغل داخل مصر وفي الدول اللي بره وكل حاجة. شايفين كبير ازاي؟ شايف بسم الله ما شاء الله الهند. نحطه هنا في الكوباية او اهو الوعاء بتاعه. عايزة تعملي عصير، عايزة تعملي اللي انت عايزاه هتعمليه، وممكن تستعمليه داخل الحلة ذات نفسها، مثلا لو شوربة عدس او حاجة وتخلطيها زي ما انت عايزة. اهو بسم الله ما شاء الله. مفيش كده لايك بقى كده او تعليق يشجعنا يعني. يلا مع السلامة.